ايام ربما هي الاصعب على رئيسه وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي تسعى لاقناع وزرائها بتمرير مشروع اتفاق نهائي توصلت اليه لندن مع الاتحاد الاوروبي بشان خروج بريطانيا من الاتحاد لكن ماي باتت تواجه موجه رفض متزايده لمشروعها فاستقاله وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دوميني كراب ووزير الدوله البريطاني المكلف بشؤون ايرلندا الشماليه شايليش فارا مؤشر على انقسام بدا واضحا في حكومة ماي وحتى داخل حزبها اليميني اعتراضا على نصوص الاتفاق المبدئي لاتفاق بريكزيت تسريبات في الصحف البريطانية تحدثت عن تنازلات كبرى قدمتها ماي للاتحاد الأوروبي لا سيما فيما يتعلق بالحل النهائي لمشكلة الحدود مع إيرلندا الشمالية بجانب إجراءات خاصة تتعلق بالمنافسة والبيئة والتجارة ستطبق على ايرلندا الشماليه دون غيرها من الاراضي البريطانيه. بنود الاتفاق تنص على ان تظل بريطانيا عضوا في اتحاد جمركي مؤقت يظل ساريا طوال المرحله الانتقاليه التي من المقرر ان تمتد حتى نهايه عام 2020 ويتعين على الجانبين خلالها التوصل الى اتفاق تجاره يحدد ملامح العلاقه الاقتصاديه والتجاريه بينهما في مرحله ما بعد خروج بريطانيا. كما تشمل بنود الاتفاق ضمان حقوق الاوروبيين المقيمين على الاراضي البريطانيه والمعامله بالمثل للبريطانيين المقيمين في اوروبا. وبحسب الاتفاق فان على بريطانيا تسديد نحو 40 مليار جنيه استرليني كفاتوره مستحقه للاتحاد الاوروبي بجانب بنود تتعلق بمحددات العلاقه الماليه بين الجانبين. ويتخوف المشككون في الاتفاق من عدم نجاح الجانبين في التوصل الى اتفاق تجاره حره بينهما بحلول الموعد المحدد لنهايه المرحله الانتقاليه. وفي هذه الحاله سيكون امام بريطانيا خياران فقط اما تمديد المرحله الانتقاليه لعام اضافي ومن ثم استمرارها كجزء من الاتحاد الجمركي او البقاء فيه الى الابد كما كان عليه الحال عندما كانت بريطانيا لا تزال عضوا في الاتحاد